يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن تجتمع محبة الله مع العشق والحب لغير الله كحب الزوجة محبة شديدة؟ يا أخي قلنا لكم الحب الطبيعي ما هو بعبادة، الحب الطبيعي ما هو بعبادة، ولا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا قدمه على محبة الله. إذا قدمه على محبة الله، إذا قدم حب الزوجة أو حب المال أو حب الوطن على محبة الله، الله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا تهديد حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما في مانع تحب زوجك، تحب المال، تحب الوطن، تحب، لكن لا تقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل. نعم.